وانت فرق. ايوه اوعى تسيب اختك ابدا، ما تسيبوش بعض يا اولاد خالص. طبعا ياما، انت بتقولي الكلام ده ليه؟ مالك ياما؟ ماليش يا ابني، انا كويسه يا دنيا، مش كده؟ اه ياما انا كويس، مش عارفه يا بنتي، مش عارفه اخد نفس. الحقيني يا دنيا، اجري يا ولد، اجري بسرعه عند الحكيم يا بسرعه يا دنيا. سلامتك يا اما، سلام اما. ما تهدي امال يا دنيا، اهدي يا حبيبتي واطلبي لها الرحم. الله يرحمك ياما، متي وسبتني في الدنيا دي لوحدي، اعمل ايه من غيرك بس ياما؟ ما تقوليش كده يا دنيا، ربنا يخلي لك جوزك واخوك ويطرح لك فيهم البركه، وهو بكره ان شاء الله هتقولي بالسلامه وهيشرف حبيب القلب وهتبقوا عيله ولمه. دي سنه الحياه يا حبيبتي، ده قضى ربنا. ربنا يخليك يا انا مش عارفه لو وقفتك معايا انا كنت هعمل ايه، انت زي الاخت بالظبط. ربنا يديم المعروف يا حبيبتي، الناس لبعضيها يا بنتي، وهي الدنيا على دي ودي، على الحلوه والمره. ربنا يخليك يا اختي. تعيش يا اختي، تعيش يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. طمني. اطمني، كل اللي انت عايزاه اتعمل وزياده. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. كتر خيرك يا ريس. ربنا يخليكم لبعض، ما يحرمكوش من بعض ابدا. بقيه في حياتك يا فرج. حياتك الباقيه يا ست محاسن، يا رب ما نجيلكوا في حاجه وحشه ابدا. واشكرينا برضو الرئيس جابر على وقفته معانا. ودي عايزه شكر يا اخويا، ده احنا اهل. طبعا 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 يا ست محاسن اهل. ربنا يجعلها اخر الاحزان. وانت يا دنيا، مش عايزك تشيلي اي هم، لا انت ولا فرج طول ما انا عايش. ربنا ما يحرمنا منك يا ريس. بقول لك ايه يا ريس ابراهيم؟ قوموا كده غيروا هدومكم وتشطفوا على ما اجهز لكم لقمه تاكلوها. الله، انت تعبت نفسك برضه يا ست محاسن. ده كلام برضه يا سي ابراهيم، تعبكم راحه. يلا يا اخويا قوم، ده دنيا من ساعه الصبح ما حطتش حاجه في بطنها. ايه ده ايه ده يا دنيا؟ لا الكلام ده ما ينفعش، لازم تاكلي عشان اللي في بطنك ده. طب والنبي قول لها الكلام ده يا اخويا، اهو ده الكلام اللي عمال اقوله لها من الصبح. كتر خيركم، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. تسلم ايدك يا حلوه. بألف هنا وشفا يابا، مطرح ما يسري يملي، عشان تعرف برضو ان انا اعرف اكلك اكل كويس، يعني ما كانش ليه لازمه الجواز. الله، خلاص راحت لحالها، الله يرحمها بقى. ده انا في الرايحه والجايه الناس عماله تعزيني وتقول لي البقيه في حياتك في مرات ابوكي. الله يرحمها يا عزيزه، الله يرحمها. بس يابا كان يصح برضو انك كنت تعمل عزا. اصل بتحبيها قوي. كنت عايزه تنصبي العزا مش كده؟ ده عشان الملامه. ملامه ايه وسلامه ايه؟ اللي مات مات خلاص. دلوقتي القرش اللي نصرفه العايش اولى بيه. قصدك مين العايش يعني؟ عيالها؟ عيالها مين يا بنت مجنونه انت؟ يعني انت ما شفتهمش من يوم الموتى؟ اشوف مين؟ ده انا ما صدقت ان ابنها الغتت ده راح بعيد عني، هما من بيت قرايبي. صح عندك حق، كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات، والوليه عملت باصلها واتكلت على الله قبل ما تجيب لنا عيل يربط بينا وما بينها، وكان قاعد في ارابيزي. قاعد في ارابيزي ولا انت عامله عشان الورث يا بنت؟ ورث؟ يو يابا ربنا يديك طولة العمر. يديني طولة العمر، بس في الاخر برضو عينك على الورث. يو يابا مش حق ربنا. انت هتنقي عليا ولا ايه؟ الله، بعد الشر هو انا ليه اعز منك في الدنيا دي؟ يا كهينه يا بنت كهينه، طلع لامك الله يرحمها الاخرى. خد يا اخوي. غريبه يا محاسن، يعني دنيا ما جاتش تتفرج معاك على التمثيليه اللي بتحبها، هي لسه حزينه ولا ايه؟ حزينه ده تلاقيها بس عارفه انك ماشي بالسلامه الليله وانا مشغوله معاك. برضه بشقري عليها، دي مهما كانت بقت وحدانيه بعد امها ما ماتت، وجبر الخواطر على الله. والله يا سي جابر انا ما بقصر معاها في حاجه خالص، ولو اني مش فاهمه، انا مش عارفه هي بتحبني بجد من قلبها ولا لا. هو انت في حد يعرفك وما يحبكيش؟ ده انت ست الستات. بس انا حسب ما فهمت من ابراهيم، يعني دنيا اصلها بتحب نفسها وبتحب الدنيا زياده عن اللزوم، انها بقى عشان خاطر الجيره والعيش والملح وعشان خاطر ابراهيم، ولا عشان الورد يتسقي لايه؟ العليق. ربنا يكرمك ويديك على قد حنيه قلبك يا رب. تعيشي وتسلمي. تسلم يا اخويا. قولي لي، ما يلزمكيش اي خدمه بقى. عايزك بخير دايما يا سي جابر. اسمع عم اقول لك على حاجه، اوعي تفتحي الباب لاي حد، لو مرسي اخويا جه خبط ولا اخوك محرج عليا ما افتحش لاي حد. يا دي العيبه، يعني خبط على بيت اخوه اقول له لا ما تدخلش؟ يا ست مالكيش دعوه، هيكون عاوز ايه يعني؟ فلوس لما اجي هديله.
ولو انها حاجه تكسف، انما خلاص لو ده يريحك حاضر يا اخويا. الله يريح قلبك، اتكل انا بقى على الله. بالف سلامه. الاكل والزواده كله جاهز بره، تروح وتيجي بالسلامه يا رب. الله يسلمك. بيعملها بيت، يعجنها ويعقدها ويخرطها، ما يديهاش للرجال، يبقى كل منها انت بس والعيله، وانت يبقى كل منها والعيله، هو ياكلها بمزاجه، انما احنا بقى لمؤاخذه ما ناكلش الحاجات دي ابدا. وما تاكلش ليه؟ يا ناس كلوا منها وانبسطوا، وهو في حد انبسط من حاجه ما يعرفلهاش اصل ولا فصل؟ الله 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 يا بنت الايه يا دندن، شغلتيه؟ وانا كنت هستناك، ده انا ما صدقت. طب كنت استنيني يا دندن، يعني انا اجيبه لك وشايله على قلبه وانت هتتفرج لوحدك؟ اسكت بقى، خلينا نشوف الراجل البخيل ده اللي حصل معاه. استناك، ناس طيبين قوي قوي على نياتي. لا لا، ما حدش قال كده لا سمح الله. فخري بيه يا اخويا. انا بقول سفخري بيه. ايه ده ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ بنتفرج على التلفزيون، تعالى اتفرج معايا. اظن يا ريس بقى من هنا ورايح تقعد تتجاس كده وسط الناس تقول انا عندي تلفزيون. انتوا مش امكم ميته بقى لها كام يوم؟ الله يرحمها، لو كانت عايشه كانت في الحتل قوي. ايوه يا ريس، ده لما الله يرحمها كانت تحب الزيت والانثى قوي. الله يرحمها. يلا يا سيدي عشان نطلع ناكل عيشنا، ولا هتقعد جنب التلفزيون؟ لو دي تيجي يا ريس انا مجهز كل العيب يا ريس. طب يلا يا سيدي. سلام عليكم. سلام يا دندن. سلام. ايوه تعالى انت انزل لي. يوه، واحد ما يعرفش يتفرج على التلفزيون في بيته. ايوه جرى ايه يا دنيا، ما بتفتحيش لي اليخت ده، اتخضيت عليك. معلش معلش، بتفرج على التلفزيون. يوه انت جبتي تلفزيون، الف الف مبروك. الله يبارك فيك، تعالى اقعد اتفرج. اتاريكي ما جيتيش النهارده تتفرج على التمثيليه؟ لا بقى ما خلاص. بس يعني مش كنت طولتي بالك شويه يا دنيا، حتى لما يعدي الاربعين بتاع امك؟ ام الله يرحمها كانت هتفرح لي قوي، وبعدين الحزن في القلب، وما دام الواحد عايش على وش الدنيا لازم يعمل اللي يريحه. معقول برضه. انا لسه حتى من بكره. بقول يا دنيا، هو ابراهيم وفرج طلع شغلهم بالسلامه؟ اه. طب اقوم انا بقى، مش عاوزه حاجه. لا يا اختي سلامتك، خدي الباب في ايدك بس. طيب بالسلامه. الحمد لله. نعم، ايه بقى الموضوع بالظبط؟ الموضوع كبير قوي كبير قوي يا فخري بيه يا اخويا.